مرحبا، معكم دكتورة فرح البياتي، وحلقتنا اليوم راح نتحدث عن تعويض الأسنان بطريقة ثابتة، واللي يتم من خلال وضع الجسور أو من خلال زراعة الأسنان. من المهم على الشخص الذي يريد تعويض أسنان المفقودة بأسنان ثابتة أن يأخذ بعين الاعتبار أن لا تكون لديه أي التهابات في اللثة، تسوس أسنان، وأن لا يكون هناك التهابات بجذور الأسنان المجاورة للسن الذي يريد زراعته أو عمل جسر لتعويضه. عدم الالتزام بهذا الأمر قد يؤدي إلى فقدان الأسنان التي تم زراعته أو تسوس بالأسنان التي تم تلبيسها. بخصوص من يريد وضع جسر، يجب أن يكون هناك سنين مجاورين للسن المفقود أو المراد استبداله حتى نستطيع بناء الجسر عليهم، ويحدث هذا من خلال تلبيستين على الأسنان المجاورة وتلبيس سن بدل السن المراد استبداله. في حالة تعويض الأسنان المفقودة بجسر، فمن المهم الاعتناء به بشكل جيد من خلال تنظيفه باستخدام الخيط الطبي كما ذكرنا وشرحنا لكم في حلقة تنظيف الأسنان والعناية بها. أما بالنسبة للحالة الثانية وهي تعويض الأسنان عن طريق الزراعة، فهي طريقة جيدة جدا خاصة لمن لديهم عظام بصحة جيدة في المكان المراد زراعة السن فيه. احتمال نجاح عملية الزرع احتمال كبير جدا إذا توفرت الشروط المناسبة للعلاج. أما الاحتمالات في أن تكون نتائج نجاح عملية الزرع ضئيلة هي عندما يكون الشخص مدخن أو لديه مرض السكري الغير منتظم، وفي حالة وجود التهاب مزمن وغير معالج باللثة. بالنسبة للتدخين، فيعتمد هذا على كمية التدخين والفترة الزمنية التي كان الشخص يدخن بها. الحل الأفضل هو أن يكون الشخص غير مدخن، لكن في حالة أن الشخص كان مدخن حين نطلب منه في حالة الزرع أن يقلل أو أن يترك التدخين إن أمكن. فيما يتعلق بعملية زراعة الأسنان، على الشخص أن يملك عظام فك بصحة جيدة وكافية، ويفضل أن تتم زراعة السن بعد 3 أشهر من قلع السن في الوضع الطبيعي. أما إذا كان هناك مشاكل في السن كالتهاب أو غيره، فستكون مدة الانتظار أطول. لا يستحسن انتظار فترات طويلة لاستبدال أسنان مفقودة، لأنه مع الوقت يحدث ضمور للعظم، وهذا يصعب من إيجاد عظم كافي للزراعة فيه. بعد أن تتم الزراعة، ننتظر من 2 إلى 3 أشهر حتى يتم تلبيس السن الجديد. أخيرا، هنالك العديد من الشركات التي تقوم بتصنيع الأسنان الخاصة بزراعة الأسنان، لذا على الشخص أن يعلم جيدا ما هي الأنواع المستخدمة وأن يختار الأنسب له، لأن يوجد هنالك أنواع عديدة منها الجيد ومنها الغير جيد التي قد تسبب في فشل العملية. لذا من المهم جدا أن تسأل طبيبك عن النوعية المستخدمة، وأيضا عليك أن تبحث وتقرأ لتحصل على معلومات أوفر وأكثر حول النوعية. كانت هذه حلقتنا اليوم واللي تحدثنا فيها عن زراعة الأسنان واستبدالها. تحياتي لكم وإلى اللقاء.